سي جمالي، مركب ثقافي اخيرا نبغي نقولوا تم افتتاح هذا المركب الثقافي في الحي الحسني بعد سنوات طويله من الانتظار، يعني كيفاش شفتوا هذه الامور هذه انتم؟ المهم هذه بادره مزيانه، لان اولا هذا المشروع هذا خصنا نعرفوا بانه عمر طويلا، يعني بعد ما خاض عسير خرج اخيرا، يعني استبشرنا خيرا بخروج هذا المركب للوجود. اذا وما نحسبوش هذا المركب على جهه معينه، لانه كاين اطراف عديده، لانه تقريبا في النظام السابق كاين اطراف عديده اللي تواكبت على اخراج هذا المشروع هذا. واش تعتبر بان هذا المشروع غيكون واحد يعني صرح هو يقدر يساهم في التنميه تاع الثقافه على مستوى المقاطعات؟ اعتقد ان الفرصه دابا مواتيه لجميع الطاقات والكفاءات والمواهب، سواء الثقافيه ولا التربويه ولا المسرحيه، باش يكون عندها دابا حاليا دابا في مقاطعه الحي الحسني كاين فضاء فين تسقل المواهب ديالها وفين تعطي يعني الانتاج ديالها الثقافي التربوي.